ايه ده؟ انت رايحه فين؟ ماشيه. ماشيه رايحه فين؟ رايحه اشوف اهل امي، رايحه اشوف اي حد من قرايبنا في طنطا. يا سلام، هتمشي كده تدوري على ناس ما تعرفيهمش ولا عمرك شفتيهم؟ ومالهم؟ مش احسن من الناس اللي انا اتربيت معاهم وقعدت معاهم وفي الاخر هم السبب في حرقه قلبي على امي؟ مش هتمشي من هنا يا امل، ده بيتك. ده مش بيتي ولا انا منكم. بعد كل السنين دي بتقولي ان انت مش مننا؟ انت عايزه ايه؟ انتوا بتداري على بنتكم ولا يفرق معاكم الناس اللي زيي ولا امي اللي خدمتكم وعاشت وماتت وهي بتخدمكم؟ يعني ايه ما تفرقوش معانا؟ ده احنا ربيناكم السنين دي كلها مع بعض على ان انتوا اخوات، وخبينا عنك وخبينا عن ناديه علشان ما تكرهوش بعض. ما تقولوش بس اخوات، انا عارفه مقامك كويس، انا هنا شغاله. انتوا بقى مصممين تكذبوا على نفسكم، اكذبوا برايا. اولا انت مش شغاله، ثانيا انت كنت معانا وحضرتي معانا كل اللي عدينا بيه. اللي انتوا عديتوا بيه بالظبط، انتوا كل حاجه، انتوا كلنا، كلنا يا امل. انت عايزه ايه مني طيب؟ رحمه ومش عارفه اشوفها ولا اطمن عليها، واسر وانت عارفه كويس قوي انا ربيت الواد ده زي ابني ازاي، ابص في خلقتها ازاي وانا عارفه ان هي السبب في قتل امي. دي كانت عيله، ما كانتش حصلت 10 سنين وكانت شايفه الويل من ابوها يا امل. 20 و30 السنين دي كلها انت خبيتوا عليا ليه؟ ليه حرمتوني من ان انا اعرف السبب؟ ليه ما قلتوليش انا اقرر اقعد ولا امشي؟ صح، حقك، كان لازم تعرفي وديكي عرفتي، وزي ما هي قالت لك انت كمان لازم تقولي لها كل اللي جواكي. صدقيني يا امل، دي الطريقه الوحيده اللي هنعدي بيها من اللي احنا فيه، احنا كعيله واحده، عيله واحده. انت شايفه ان احنا عيله واحده؟ طبعا طبعا عيله واحده يا امل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.